سنين وعبد لسبع سنين ووزير لسبع سنين. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتيسير الأمور، نوروا مجلسنا هذا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. وعجل فرج محمد. ذكرت البارحة أو قبل أن ندخل في الموضوع نذكر مسألة فقهية. غسل اليدين الفقهاء يقولون من المرفق إلى رؤوس الأصابع، كيف يغسل من المرفق؟ المرأة تضع الماء في باطن اليد، تأخذ الماء وتضعه في باطن اليد، الرجل يأخذ الماء ويضعه في ظاهر اليد من فوق المرفق قليل. شقد يضع ماء؟ كيف يبغى يحط؟ مرة مرتين ثلاث على غرار الوجه وصب الماء، لم يذكر له حد الفقهاء. أو لا والله صب الماء يحط مرة، لا بعض الأحيان أحط إيده كامل شدي تحت شنو البلبلة غسلها يمرغها ثم شنو ينوي غسل اليد، كلاهما صحيح. فيغسل اليد اليمنى أولا ويلتفت إلى وين؟ إلى الكوع تحت، خصوصا هني يابس يحتاج شوي، مرة مرتين عادة تحت الكوع يكون شنو خشن، وبالتالي مرة مرتين يتأكد منه ويمسح يده بشكل طبيعي هكذا، لا ينسى رؤوس الأصابع. وإذا مسح آخر شيء ينتهي من وين؟ من اليد رؤوس الأصابع، هالشكل يسوي خلص اليمين ثم ينتقل إلى اليسار نفس الشيء، يلتفت إلى الكوع بعد أن يحط ماء ثم يمسح، وهكذا يمسح يده، الخاتم يكون يشيله ورد رجعه يشوف مكانه وإلى أن شنو يمسح. المهم أنه يده نعم تمر على جميع اليد بهذه الطريقة الوضوء. باقي عندنا بعد المسح وكذلك مسح الرأس ومسح الرجلين، نذكرهما ليلة غد. أما الموضوع، ذكرت البارحة أن تقسيم أهل البيت عليهم السلام في التربية للأولاد أعطونا منهج ثلاثي. هذا المنهج الثلاثي من أجل استقامة أبنائنا. 7 سنين الأولى خلصنا منها، من وصل السنة من السنة الأولى إلى أن يدخل في السابعة، هاي ذكرت البارحة. البارحة ذكرت أن المطلوب في المرحلة الأولى في التربية هو ماذا؟ هو الجانب العاطفي واحتواء الولد عاطفيا وقلبيا، هذا المطلوب، أن تسيطر على ابنك شنو؟ عاطفيا، تسيطر على ابنك قلبيا. تسأل هل المطلوب في المرحلة الأولى أن أعلمه القرآن؟ لا، ليس المطلوب. هل مطلوب أن أعلمه الصلاة؟ لا، ليس مطلوب. هل مطلوب أن أعلمه الكتابة؟ ليس المطلوب. المطلوب في المرحلة الأولى من السنة الأولى إلى السابعة، من يوم الولادة إلى السابعة، أن تقترب منه عاطفيا قلبا وقالبا، يكون قريب من عندك، ينفتح عليك،
عنده مشكلة وهو صغير يجيك، هذا شلون بعد؟ هذا يكون بطريقة نعم فنية، شلون أنت تقترب مثل ما طرحنا البارحة. زين إلا لحديثنا في المرحلة الثانية، مرحلة الوسطى، يعني من وصل 7 سنين إلى سن 14 سنة. الروايات شنو قالت؟ قالت مر عبد ل7 سنين. بعض الروايات كالإمام الصادق يقول علمه شنو؟ 7. وبالتالي هو عبد كما عبر النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال نعم سيد ل7 وعبد شنو؟ ل7. شلون عبد؟ عبد لأن مطلوب منك أمور الآن في هاي السنة من 7 سنين إلى 14، يعني خلينا نعبر عنها المرحلة الوسطى، مطلوب منك أمور يحتاج يطيعك أنت قبل. شوف شف التعبير الإسلامي، التربية الإسلامية الصحيحة، 7 سنين الأولى يكون هو سيد، يسمع تسمعه قال لك بابا أبغي كذي، قل له إن شاء الله، قال لك أبغى أطلع قل له إن شاء الله، قال لك أبغى ألعب قل له إن شاء الله، قال لك أبغيك تلعب إياي تتصاب لي قل له إن شاء الله أتصاب لك. بس بعدين لما صار عمره 7 سنين قل له الحين ولدي دوري أنا أبغيك تتعلم، هو بيقول لك أيضا شنو؟ إن شاء الله. أريدك تدرس بيقول لك إن شاء الله. أريدك نعم تجي وياي المأتم يقول لك إن شاء الله، لأن الحين بعد صار 7 سنين. اجي مرحلة اسمها مرحلة شنو؟ مرحلة التعلم والتعليم. هذه المرحلة أهل البيت أكدوا نعم عليها تأكيد كبير في مجال التعلم والتعليم. خلي شوي نستأنس بالروايات. الرواية الأولى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله حيث قال من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه. زي حسن اسمه متى؟ هذا في يوم الولادة، في اليوم 7 مثلا، تختار شنو اسم، تقول والله سميته علي، سميته محمد، سميته عبد الله، سميته مثلا كذا، زين حسن اسمه. بعد هذا الحق الأول. الحق الثاني ويعلمه الكتابة، هذا يعلمه الكتابة مو مالت السنة الأولى ولا الخامسة ولا السادسة، يعلمه الكتابة في السنة شنو؟ 7. ولذلك مدارسنا لأن وصل خلص السنة 6 ووصل 7 سنين يقبلونه شنو؟ في المدرسة، تروح المدرسة تعلم الكتابة. وأن يزوجه إذا بلغ، هاي بعد حق الوالد، حق الولد على الوالد، يكون الزوجة إذا انكبر صار عمره 18-20 سنة 22 الوقت الذي يؤهله للزواج. بس شاهدي تعليم الكتابة. بعد علموا أولادكم القرآن الكريم، هذا من أهم الأمور في سن 7. قل له تعال يا ابني خل أحفظك سور في الآية من القرآن الكريم، خلي يحفظ سورة الحمد. تقول شيخنا هذه سورة الحمد ما يحفظها في السنة 5، أقول لك لا، أنا كذي أفهم الروايات، بس إذا تطبق صحيح. السنة 7 خلي يحفظ الحمد، خلي يحفظ قل هو الله واحد، دعه يحفظ سور مثل سورة الليل، سورة الزلزلة، هذه السور القصار اقعد ويا ابنك قل له تعال يا ولدي أنا كنت سابقا 7 سنين الأولى كل شي تقول أقول لك نعم، الآن جا دورك. ولذلك النبي قال عبد، شوف التعبير من الرسول عبد. ولذلك تعلم القرآن الكريم. 2 علموا أولادكم الأمور العقائدية، خل يعرف أئمته ليعرف أهل البيت،
ليعرف نعم من هم أهل البيت. مأمور الأب أن يعلم علوم آل البيت. الإمام الصادق والإمام أمير المؤمنين يقول حتى لا تسبقكم إليه المرجئة. في ذاك الزمان أكو مذهب من المذاهب، فرقة من الفرق تسمي روحها المرجئة، ما علينا منها، بس هي على ضلال. وخل أكون صريحاً اليوم أقول علموا أولادكم حتى لا تسبقكم نعم النواصب ولا تسبقكم الوهابية. خل يعرف المسائل، علم الفقه، علم الحرام، علم الحلال. ولذلك إحنا مع المنهج الإسلامي التربوي، أنا كنت أطالع بعض التربويين أقرأ يعني، بس أنا أعتقد دول بعيدين عن الإسلام. شنو يقولون؟ يقول لك لا تعقد ابنك، هذا عمره 7 سنين أو 8 سنين أو 10 سنين، لا تقول لي هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا. ليش؟ لأنه يقول يتعقد. أقول لي خل علمك على جنب، خل هذا فهمك على برد. أنا عندي منهج من أهل البيت عليهم السلام، منهج أهل البيت، أعلم العقائد، أعلم القرآن، أعلم المسائل. نعم، مو على مستوى التعقيد. على خلنا نجيب مسألة مثلا بسيطة. قال لك بابا أنا أبغى أروح نعم المطعم الكذائي، مطعم من المطاعم. أنت مو وظيفتك تقول له أن هذا افترض عمره 8 سنين، أليس من وظيفتك كأب أن تعلمه أن هذا حرام؟ خليه يعرف هذا بدأ الآن. الآن هالمرحلة هي مرحلة شنو؟ بداية التعليم. قد يقال أنه ليس بواجب عليه، أقول لك صحيح. وهل الصلاة واجبة عليه وعمره 10 سنين؟ لا مو واجب. تدري متى يصير واجب عليه؟ لما يصير 14 سنة. بس الإمام الصادق يقول اضربوا صبيانكم على الصلاة لـ10. إذا صار عمره 10 سنين وشفت لا والله ما يرضى يجي يتعلم وما يرضى يجي نعم ياخذ الدروس، احمل عصاتك واضربه، لكن مو ضرب مبرح، ضرب تخويف. ضرب المبرح هذا في إشكالات شرعية، لكن ضرب يعني يخوف، يخاف الولد. زين ليش 10 سنين؟ حتى تهيئه. أنا أعجبني طفل من الأطفال، شوف أثر التعليم، طفل عمره 7 في الصف الأول، المدرسة قالت لهم يا أولاد هذه ورقة نعطيكم إياها، تروحون إلى أبوتكم ويعطيكم كل أبو 3 دنانير حتى يوم الخميس نوديكم وأنا رحلة، وهذه الرحلة نعم طلعة نوديكم مكان، وراح نوديكم بهاللفظ هذا نوديكم إلى جسميز حتى نشتري شنو لكم كل واحد وجبة. هذا الولد رفع إيده باستحياء لأن معلمة، قال لها معلمة أنا ما بروح جسميز. ليش يا ولدي؟ قال لأن أبوي يقول حرام، في شبهة 7 سنين في شبهة، فأنا بجيب إياي من البيت ما يخالف؟ قالت لي ما يخالف. 7 سنين خلي يتربى على هذا، لأن في الشبهات شنو؟ عتاب. خلي يتربى، أي تعقيد هذا؟ ولذلك هذا الولد من الصغر خلي يعرف علوم أهل البيت، هذا مهم جدا. ولذلك أنا أعتقد أنه إذا الوالد مشوية ولده في تعليم الفقه، شلون يتوضأ، في الصلاة، نعم مع الالتفات، لا تجعل ابنك نعم يخاف من أمور الدين. كيف يعني 7 سنين؟ مرة يصلي ومرة تتغاضى عنه، مرة نعم هات جيبه يصلي بسرعة، ومرة بعد
ركيض ركيض ما يخالف. هاي 7 سنين توه، هاي سنة شهر ورا شهر، عقب شهرين يصير عمره 7 سنين. هذا بيتعلم قل هو الله، بيتعلم الحمد، لكن شوي شوي انت بعدين لا والله تاخذه وياك الى المسجد. يعني هذا يوصل عمره 10 سنين 11 سنة يكون شنو؟ خاتم الصلاة. وهكذا في الأمور العقائدية لاحظوا، يجينا أب من الآباء يقول شيخنا أنا ما عندي وقت إنصافا، ليس لدي وقت أن أجلس مع ماذا؟ مع ابني. طيب زوجتك الأم، الأم وظيفتها وظيفة الأب في تعليم الأطفال، إحنا ما ذكرناه ينطبق على الأم أيضا. خلي الأم تقعد وياه تعلم سور، خلي يقرأ القرآن. تقول شيخنا أنا هم بعد شوي وقتي صعب، المطبخ كذا. أنا أسأل سؤال، هل هناك منطقة الآن الحمد لله ليس فيها تعليم ديني؟ منطقتكم فيها تعليم ديني لو ما في المر؟ في تعليم ديني. على الآباء أن يبعثوا أبنائهم إلى التعليم الديني، سواء كان الصيف المرحلي أو سواء كان نعم المنهج المتواصل، سيما القرآن الكريم. أنا أنصح أن القرآن الكريم ما ينقطع طول السنة، ولو في الأسبوع بعدين يومين أو يوم واحد بعد، بس ما ينقطع. خل على طول القرآن الكريم على طول، خل يصير تدريس إلى طول السنة، يومين في الأسبوع، وخل كل يوم ساعة واحدة، يصير تدريس قرآن، يصير حفظ، وهذا مهم أيها الأحبة. طيب، ولذلك ماكو عذر، بس شوي هني خلنا نقيم الآن هاي المنطقة، منطقتكم أيها الآباء، أيها نعم الذين لديهم أبناء في هذا السن، في سن 7، محل الشاهد السؤال، كم طفل موجود في المنطقة؟ خلي يصير إحصائية، هاي من مشروع التعليم الديني، خلي يسوون إحصائية، كم طفل موجود؟ لنفترض مثلا من باب المثال، من سن 7 بالذات إلى سن 15، كم طفل؟ والله عندنا من باب المثال 30 طفل كمثال. شقد المقدار اللي يجون؟ والله اللي يجون 5، لا الحضور ضعيف. أجل وين الآباء؟ ليش ما يجيبون أبنائهم؟ الحضور إذا عدنا 30 طفل على الأقل لازم يصير الحضور 25 إلى كلش كلش. ولذلك أنا أعتقد أنه نعم القائمين على المشروع خلي يسوون إحصائية، لأن إذا الآباء ما يجيبون هذا يحتاج إلى شكوى عند العلماء، هاي المجلس العلمائي يقول لهم والله الآباء ما قاعدين يجيبون أبنائهم في التدريس الديني. لاحظوا الرواية، أنا هاي مقدمة حق هالرواية عن الرسول، يقول ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. فقيل يا رسول الله من آبائهم المشركين؟ فقال لا، من آبائهم المؤمنين. هذا مؤمن يصلي، لكن ويل لهذا الولد من أبيه. قيل لماذا يا رسول الله؟ قال لا يعلموهم شيئا من الفرائض، ما يعلمه، ما يودي مشروع الديني، ما يهتم إليه في الجانب، فقط يهتمون إلى الجانب العلمي الأكاديمي. يودي ابنه وين؟ المدرسة. من هذا؟ قال بوديك يا ولدي تقوية إنجليزي، بوديك تقوية رياضيات. زين وديت المشروع الديني؟ أنا لا أريد أن أقول ما في أبوة يلتفتون، جزاهم الله خير الجزاء، هنا المرحلة حتى بعدين لا تعض إيدك. إذا أنت تمشي صح ويا تعليم أهل البيت تعاليمهم، راح يطلع ابنك ولد صالح بإذن الله. ولذلك الرسول يقول لا يعلموهم شيئا من الفرائض. بعد الطامة الكبرى، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم، حتى لأن ولده يبغى يتعلم هم يمنعه. ليش يمنعه؟ أنا أقول لك،
أنا كنت سنين مسؤول التعليم الديني في منطقة النعيم، الآن يمكن تقريبا 3 سنين لأسباب صحية 2، وهذه السنة بعد أم كذلك لم أكن. 3 سنين انقطعت، لكن سابقا كنت أتابع وكذا. أنت تتصورون إن أم تجيب ابنها إلى التدريس وتتصل بي تقول لي شيخنا أي شيء على الولد تبون كذا تستفهمون اتصلوا فيه مباشرة. قلت لها ليش، وين تلفون أبوه؟ قالت لا تتصلون بأبوه. أنا أصريت، أنا أهدف إلى شيء مني منك. قالت صراحة أبوه ما هو راضي يروح. قلت لها زين مو راضي يجيب نعيم ودوا مكان؟ قالت لا مو راضي يدرس دروس دينية، يبغى يوديه فقط دروس شنو؟ تقوية أكاديمية. عمره 10 سنين. عراك بين الأم وبين الأب، هي تقول له نوديه ويقول لا وش فايدة، خلنا نوديه احنا يتقوى حق يتعلم انجليزي. عجيب، ليش صلاته مو محتاجنها؟ تهذيب الدين والأخلاقي ما يحتاجه. ولذلك ترى النبي ما يطلق هذه الكلمات عبث، يقول موجود شدي آباء، يقول وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا. يقول خل بعلم الأمور الدنيوية، يقول فأنا منهم بريء وهم مني شنو؟ براء. الإمام نعم سلام الله عليه والرسول الأعظم يقول مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. شوف شيفه 7 سنين، لكن 5 سنين لا تعلم الصلاة، مو شرط. ما أقول أنه ممنوع، بس أنا اللي أفتهم المنهج التربوي لأهل البيت هكذا. 7 سنين ابدأ إياه، مرحلة اسمها مرحلة التعلم والتعليم. ولذلك أنا أصر على أن الآباء لابد وأن يبعثوا أولادهم إلى التدريس الديني. طيب خب الأكاديمي أنا بشير إلى إن شاء الله في ليلة من ليالي وفاة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه مرحلة مهم جدا أن أنبه على قضية. أيضا هناك قضيتان في التعليم، التعلم مرة يكون من خلال التعليم شنو؟ العلمي التدريسي، ومرة أخرى أو إن صح التعبير العلمي، ومرة أخرى يكون من خلال التعليم شنو؟ العملي. وفرق بينهم كيف؟ أنا أختصرها بعد. مرة أنت تقول لابنك تعال اقرأ لي هذه السورة، احفظ هذه السورة، اقعد اقرأ قرآن كريم، تعال صل، تعال خذ اقرأ قرآن، اقرأ دعاء، جيد. لكن مرة أخرى أيها الأحبة، هو يراك تقرأ القرآن الكريم، هو يراك نعم تقرأ الدعاء، هو يراك تصلي. مرة تقول له أنت روح وين؟ إلى المسجد. ليش ما تروح المسجد؟ ومرة أخرى هو يراك أنت تذهب إلى وين؟ إلى المسجد. وفرق بينهم، هذا الأول يسمونه شنو؟ نعم تعليم علمي، أنت قاعد تعلمه القراءة والكتابة والحفظ. ومرة أخرى تعليم عملي، هو يراك تجلس وتقرأ القرآن. ولذلك في المجال العملي حثنا أهل البيت فقالوا لا تعلموا أولادكم الكذب، هي وحدة، نعم، ولا تكذبوا نعم أمامهم. هاي ثنتين فرق بينهم، لأن مرة تقول له بابا لا تكذب، الكذب حرام، الكذب مو زين. ومرة أخرى لا والله، أنت تقول له ولدي باكر إن شاء الله أنا بوديك نعم إلى الحديقة، استانس الولد. ويوم ثاني ها بابا ترى هو يجيك، ها بابا قلت لي ترى بتوديني اليوم الحديقة، قال لا خلها لغير مرة. احذر احذر أن تواعد ابنك وتخلف، بالذات مو الكبير، الكبير الآن بيحملك على محامل كثيرة، تقول يمكن كذا، هذا ولد ما يعرف.
ولد إذا وعدته نعم أوف بعهدك وأوف بوعدك. إياك أن تكذب على ولد، لا تقول لي والله تورية، هاي التورية عندي وعندك، لكن الولد ما يفهم، فهم إن قلت له بابا اللي على الباب روح قل له أبوي مو موجود وأنت موجود، ما يفهم تورية. ولذلك هذا يسمونه شنو؟ المجال العملي مو العلمي، مرة علمي ومرة عملي. هو يراك تقرأ القرآن، هو يراك تصلي، هو يراك تأخذ الدعاء وتدعوه، هو يراك أنت نعم في داخل البيت كيف تتعامل. أنا ما أبغى أذكر كثير أمور لكن هذه حقيقة. نعم، وإذا بامرأة تتصل تقول لي شيخنا أنا أبغى خدمة منك، قلت تفضلي. قالت هذا ولدي عمره 12 سنة، أنا اللي أتذكر كذي يعني صغير 12 سنة ويضربني. 12 سنة يضربش؟ أنا ما أنا مصدق. قالت لا 12 سنة ويضربني. قلت لها يعني أخاف أنه من باب؟ قالت لا يضربني. قلت لا يضربش. قلت لها تسمحين أكون إياش صريح وتكونين صريحة؟ قالت إيه حتى نحل المشكلة. فقلت لها بالله عليش أبوه يضربش قدامه لو لا؟ قالت إيه. قلت لها هذا التعليم، هذا التعليم العملي، تعليم عملي خطير. لسانه طويل على زوجته قدام أولاده، يصارخ على المرأة قدام أولاده، يمد يده على المرأة قدام أولاده، يكذب على زوجته قدام أولاده. اسمح لي إن شاء الله لستم منهم، بس أنا أبين المنهج العملي في تربية الأولاد. ولذلك مو دائما، شوف لاحظوا هذا التعبير، ولذلك هذا أمير المؤمنين يطرح منهج عملي، يقول مودة الآباء قرابة بين الأبناء. شقد أنت تود زوجتك، شقد أنت تود أولادك، شلون تتعامل فن المعاملة في داخل البيت. ما تحكي عن ملاك إلا يخطأ الإنسان صاروخ كذا، إحنا نتحكي المألوف. مرة إنسان كلما دخل البيت قرأ سور من القرآن الكريم وسلم على آل البيت يعني أهل البيت وتحدث بلطافة، ومرة إنسان يدخل نعم كالأسد المفترس. فرق بينهم، فرق بينهم، شلون تتعامل؟ ولذلك أيها الأحبة، نعم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أعطونا الآن 7 سنين، من سن 7 سنين إلى 14 سنة يسمونه شنو؟ المنهج العلمي والعملي، يعني التعليم إن صح التعبير. ها شلون نعلم أطفالنا؟ لذكر النبي صلوا عليه 3. في مسيل الدموع شيء؟ ما في برا، بس لازم يوصلنا الراس شوي هاي حتى يطلع قاعد يسجل. لا في تسجيل، اي في تسجيل. قاعدين يضربوننا مسيل الدموع يعني في المناطق يضربون واحنا قاعدين نقرا. عموما ها اي هذاكو اللي هناك عند الباب يمكن اكثر يشمون. اي على كل حال، محل الشاهد أن أهل البيت نعم يتحركون في هذا الجانب. أيها الأحبة، أيها الأخوان، أنا أحب أذكر مسألة شوي. البارحة الحجي بعد كان هني بس الليلة ما جاء، جاب لي قصته ويا أبوه ومل عطية الجمري الله يرحمه. أقول ضرب الأولاد، هل نضرب لو ما نضرب؟ اليوم التعبير التربويين يقول لا تستخدم العنف مع أبنائك، أنا بعد أقول لا تستخدم العنف. أهل البيت طرحوا هذا، بس مو الضرب هو عنف. شوف التفت علينا أن نفرق، شلون ضرب؟ إحنا الروايات الموجودة الآن أكو في رواية في من في نهج البلاغة موجودة، ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع.
ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع. زين، اضربوا اولادكم على الصلاة لعشر سنين. شوف سبع سنين لا تضربه، تو قاعد تعلمه. ثمان سنين تو قاعد تعلمه، لكن عشر سنين المفروض ثلاث سنين بعد حفظ شنو؟ حفظ الصلاة، ولازم يوقف يصلي. وإذا شفت ما يصلي، لا اضربوا أولادكم للصلاة. بس شلون عاد أفهم الضارب؟ مرة الضارب أجي أخذ الخيزرانة وأضربه، يلا شوف إيده حمراء، يدي ظهر أحمر، ليش ضربته يا حجي؟ قال لي حتى يتعلم الصلاة. لا، مو هذا الضرب، هذا عنف، هذا غير مطلوب. المطلوب في الروايات لما يقولون اضرب، لأن حتى لا يأخذون العلمانيين وذول الذين يرفعون رايات، شنو رايات العمل اللا عنف ضد الأولاد، قالوا شوف هاي الإسلام يأمر بضرب الأولاد، لا، الضرب التخويفي. ولذلك حذر الإسلام، قال إن صار مكان في إيده مثلا أحمر أو أسود من الضرب عليك شنو؟ كفارة. مو كذي سيدنا؟ كفارة. إذا تضرب ابنك صار مني أحمر، وصوب فوق زنده بعد أحمر، هاي مكانين، ومني الإيد بعد أحمر، هاي مكانين، وفي ظهره أحمر، وفي رجوله صار أحمر، ستة أماكن أو سبع أماكن كل شنو مبقع أحمر، كل مكان أحمر عليك عشرين دينار بحريني، كل مكان. ليش؟ لأن قالوا عليه دينار ذهب تقريبا أو نص دينار، وإذا أسود صار دينار. الحين مسألة الفس عليه فلوس، يعني هذا كل مرة تضرب ابنك ويصير أماكن حمراء قم فتشت يمكن 150 دينار. زين، إذا والله سبع سنين أنت قاعد تضرب فيه، هاي كم عليك؟ هتبيع بيتك، تبيع بيتك ما توفي حق الضرب اللي ضربته ولدك، ما يصير. انزين، تقول شنو الحال؟ الحال براءة الذمة بعد، ان يا ولدي تبرين الذمة، ترى انت في صغرك انا ما قصرت، الكففة والعصاية والخيزرانة والرفسة، حتى الرفسة تنقلب حمراء، اي، وبالتالي انت يكون تبرين الذمة. يقول يا ابوي انا بريك الذمة، انت مبر الذمة. او هو الولد في قرارة نفسه يقول انا بس ابر، نعم والدي شنو؟ نعم ذمته. بس يوم من الايام واحد من الاباء اتصل، ما ادري هي لطيفة شيء، قلت له خير؟ قال والله هذا انا ولدي اقول له برين الذمة، قال ما ابريك ذمة الا تعطيني 2000 دينار. 2000 دينار انا ما عندي. زين، ولا خير؟ قلت بعطيه 1000 مال الضرب. يعني خدت الولد، انا قلت له انت يا ولدي مو كذي، عمره 24 سنة. قال شيخنا بيني وبينك انا ابغي مهر، مهر. حتى شوف انا ابوي يعطيني مهر، فقلت له انا ابغي مال الضرب، لان بعدين اعطاني بقول له المهر. فيمكن يعني بيناتهم على كل حال، فبراءة الذمة. لكن نهاية المطاف أيها الأحبة، إحنا من أجل أن يطلع ابننا إلى 14 سنة الحين أنا قاعدة أتحكى، يطلع ابني مصلي صايم سيدة، يعرف مسائل فقهية، يعرف نعم التوجه الديني. والحمد لله أنا أقول لك أبنائنا بفضل الله وأهل البيت وبفضل هالمنبر هذا، نعم شوف أهل البيت نعم ها، وأبنائنا نعم الحمد لله فيهم فهم. ولذلك مع أن التدريس الديني في كل مدارسنا تدريس سني، إلا أنه أبنائنا ما زالوا متمسكين شنو بعقيدتهم. شفتوا مدارسنا تدرس وضوء شيعة؟ لا، أي مدارسنا كلها وضوء سنة، حتى أن أحدهم أحد نعم الوهابية من السعودية يقول عجبا لهؤلاء الشيعة، المدارس كلها تدرس وضوء سني، ولكن ما شفنا ولد من الأولاد نعم يتوضى وضوءنا، كلهم يتوضون وضوء شيعي، كأنه يقول ما ندرس شيء. هذا بفضل المنبر وبفضلكم أنتم أيها الآباء، إذا تحثون أبناءكم نعم على تعليم دروس دينية، حتى تطلع ابنك شنو؟ ابن جيد. أنا أخاف أطلت عليكم، ولكن نهاية المطاف
نعم نريده كالقاسم بن الحسن. القاسم دائما نقول احنا شنو عمره 13 سنة لم يبلغ الحلم، 13 سنة لكن مو بس عقائد، لا خلي ابنك ايضا شجاع، 13 سنة و 14 سنة اتعلم كل شيء حتى الشجاعة والإرادة والصلابة والإقدام. مو أنه والله إذا تحكى اسكت الجدران لها شنو أدايم، لا خله خل ينطلق في الكلام، خل يتعود على الجرأة. احنا تفترى مسألة خطيرة اليوم، الحكومة من ضمن أمورها تشتغل على هالجانب، خصوصا ان هالايام اتذكر ذيك الايام في العراق. اي والله انا صرت في العراق في الثمانينات ايام صدام، الابو يخاف من ولده، هذه حقائق لما تسمعها، والولد يخاف من ابوه يقول اخاف مخابرات، الاخ يخاف من اخوه يقول اخاف مخابرات، وكل واحد يخاف من شنو من الثاني. الى هالدرجه وصلهم صدام الى الرعب بحيث انه يخافون من كل واحد يخاف منهم. اليوم الحكومة قاعدة تشتغل على هالمنوال، تجود دولة وتنشر أوه ترى كل مخابرات كل مكان، وإيش قال اللي يجودونهم 15 سنة يحاول يغرونه ويحاول يعطونه، وبالتالي احتمال ماذا أنه مخابرات هذا موجود، وبالتالي يخوفون من ابني لأن جودوا أقول يمكن ابني شنو مخابرات وذاك مخابرات، هاي قضية إعلامية. لكن المهم علينا واقعا أن نشجع أبناءنا. تقول الرواية القاسم بن الحسن نعم كان جالسا مع أهل البيت وكل الأصحاب، وإذا بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد خطب خطبة فيهم وقال لهم غدا نقتل وكلنا نقتل إلا ولدي الإمام زين العابدين هو يبقى. لكن قبل أن يوضح هذه القضية القاسم بن الحسن خاف، قال أخاف عمي ما يقصدني، يقصد الكبار من الأصحاب، يقصد الكبار من آل البيت وأنا أصغر الحاضرين. فقال يا عماه وأنا معكم بعد، أنا أستشهد وياكم، ما قال لي لا، قال كيف ترى الموت يا ابن أخي، قال والله أحلى من العسل، حقيقة واقعية داخلية، يا عما أحلى من العسل، قال إذن أنت معنا غدا يا ابن أخي. ولذلك يوم العاشر لما بقي الحسين وحيدا وقد اتكأ على سيفه وهو ينادي هل من ناصر ينصرنا، هل من مغيث يغيثنا، هل من داب يدب عن حرمنا، وإذا بالقاسم خرج بأبي وأمي وهو ينادي لبيك عم أبا عبد الله، لبيك يا عم، ضمه إلى صدره وهو يقول يا ابن أخي ولدي قاسم أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال يا عمه وكيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين. نعم هنا ضمه إلى صدره هذه مرة، لكن المرة الأخرى ضمه إلى صدره عندما وقع القاسم على بوغاء كربلاء، وذهب إليه الحسين وضمه إلى صدره وهو يقول يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، اي والله بك ونادى، انت حافظ هذه الأبيات، بك ونادى يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حزوري، هانلكم تخلوني أوحيدي
وعلى خيمي عم القوم تفتر والله على خيمي يا عم القوم هيام تفتر. نعم والله وصف لحميد بن مسلم يكسر القلوب ويدمي العيون. يقول نظرت إلى الحسين ونظرت إلى القاسم وإذا بالقاسم رجلاه تخطان الأرض خطا، قلت سبحان الله صحيح القاسم بحسب الأوصاف طويل، لكن قلت نعم لا يصل في طول الحسين. نعم يقول نظرت إلى الحسين وإذا به محدود بالظهر منكسر الظهر وهو حامل القاسم على الصدر لكثرة قتلاه، وجابه ومدد ما بين اخوته بجاعدهم يا ولي هم موته، بس ما سمع النسوان صوته، اجت سكنة تصيح الله اكبر. نعم هنا دخلنا النساء، رملة ساعد الله ام الشهيد اي والله، وهي ترى ولدها مبضع بالسيوف والدماء تجري من جسده واذا بها رمت بنفسها على القاسم. نعم وهي تنادي وولداه وقاسم اتقل ان ردك ما رد الدنيا ولا ما يا لتحضرني لو وقع حملي ألا ما يا جاسم خابت ظنوني ولا مال تعوفني وانا بقى بعزي تصيح انتحل جسمي يا جاسم من ونينا ذوبت قلبي لا تصيد ليه بعين عريس يا ابني وللمقابر زافينا صار بفرد ساعايا زفافك والمني بيت الدعاء من شفت عمك لبساك تفصيل لجفا قلت الولد ما يعود من حومة الماء قوم يا سكنة وادعي شمعة الشباب شق على العريس جيبك يا زكي على القاسم العريس أم المكارم. يا الله نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إلهي بحق هذا الشهر الفضيل وبحق أهل البيت عليهم السلام أرنا ذلا عاجلا في أعدائنا. إلهي انتقم لنا ممن ظلم شعبنا، إلهي انتقم لنا ممن هتك حرماتنا. اللهم فرج عن جميع أخواننا المسجونين، أخواتنا المسجونات فرجا عاجلا، أخواني الحاضرين آبائي أخوات احفظهم في أهلهم وذويهم فردا فردا، إلى أمواتنا وموت الحاضرين ومات على الإيمان والعلماء والشهداء. نهدي جميعا ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.